بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل سويا في سلسلة أمراض طفيليات الدم في الخيول. كنا قد تكلمنا عن البابيزيا والسيلريا في الخيول، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الترايبانسومياسيس. الترايبانسومياسيس طبعا الترايبانسومياسيس لما بتذكر نتذكر الإبل، لأن هي دايما تيجي للإبل وسموها مرض الهيام في الإبل، لكن ليست فقط الإبل التي تصاب بالترايبانسوما، ولكن هناك حيوانات أخرى كثيرة تصاب أيضا بالترايبانسوما، وأهمها بعد الإبل اللي هي الخيول. ولما نتكلم على سلسلة الخيول بنقصد بيها الخيول والحمير والبغال. فالبلاد بارازايتس، النهاردة هنتكلم على ترايبانسومياسيس، ده مرض بيصيب الخيول، طفيليات الدم في الخيول، مرض ترايبانسومياسيس. هنتكلم عن أنواع المرض ده في الخيل ومسبباته والأعراض الكلينيكية، ونتكلم على وسائل التشخيص، نتكلم على طرق العلاج، وبعدين نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. المرض الترايبانسومياسيس مهم أوي الشريحة دي، لأن عندنا 3 أنواع من الأمراض اللي بتصيب الخيل بمسببات مختلفة من الترايبانسوما. فعندنا نوع الأول اللي هو الترايبانسوما إيفانساي، اللي ده بيصيب الإبل أساسا وبيصيب الخيل، وممكن برضو يجي للأبقار، بيسمى في الخيل السارة ديسيز، بيسموه السارة ديسيز، وهنتكلم عنه باختصار إن شاء الله. لكن الأهم منه اللي هو موضوع محاضرة النهاردة على نوع تاني من الترايبانسوما اسمها ترايبانسوما إكويبيردام، ودي تعمل مرض اسمه الدورين ديسيز. والمرض الثالث اللي بسببه ترايبانسوما بروساي، اللي هي بيعمل مرض اسمه النجانا ديسيز. النجانا ديسيز دول 3 أنواع من الترايبانسوما، بيسببوا 3 أنواع مختلفة من الأمراض في الخيل والحمير والبغال. هنتكلم عن النوع الأول اللي هو ترايبانسوما إيفانساي أو السارة ديسيز. المرض ده زي ما قلنا typical clinical expression of SARA can be described in camel and horses while donkeys asses and mule are of lower susceptibility. يعني أكتر الحيوانات اللي بتصاب، أكتر الحيوانات اللي بتصاب بالترايبانسوما إيفانساي بعد الإبل الخيول، ولكن الحمير والبغال نسبة الإصابة فيها ضعيفة. لكن برضو ترايبانسوما إيفانساي ممكن تصيب الأبقار والجاموس والكلاب والوايلد أنيمالز، حيوانات البرية. نخلي بالنا بقى من النقطة دي، إن الترايبانسوما كلها ما عدا الترايبانسوما إكويبيردام اللي هي هنتكلم عنها النهاردة، كلها بتنتقل عن طريق الحشرات اللي هي بلاد ساكنج فلايز. في أنواع من الذباب المص زي ذبابة التبانس وذبابة الاسطبل، بتمص الدم وتنقله من حصان مريض إلى حصان سليم. تمام يا جماعة، ترايبانسوما إيفانساي is transmitted mechanically by blood sucking flies، واحيانا ينتقل برضو عن طريق سيكسوال، يعني ممكن الذكر المصاب لما يجي يلقح الانثى ممكن ينقله، لكن دي مش اساس، الاساس فيها انتقاله عن طريق الحشرات، الذبابة التبانس وذبابة الاسطبل. ايه طب ايه الاعراض اللي بتاعه الترايبانسوما ايفانساي لما الحيوان يجي له اصابه بالترايبانسوما؟ نفس الاعراض تقريبا اللي قلناها في الابل، هي بتبقى في الخيول الحرارة مرتفعة وتنزل وتطلع، بسموها فلكتويتنج فيفر، ممكن توصل 41.5، ممكن توصل 42. الحيوان بيبدأ يخس ويضعف ويجيله فقر دم وينزل في الوزن،
وممكن يبدأ يحصل كيوتينيوس إرابشن، وممكن يحصل بيتيكية الهيموريج، نقط نزيفية في الآي ليد وعلى الفالفا والفاجينا، ممكن يبقى فيه نزيف من الأنف. دي حالات إصابة في خيول بترايبانسوما ايفانساي. ملاحظ هنا الحيوان بيبدأ يخس ويبدأ الحرارة تطلع وتنزل، وبيمنع الأكل، بيبقى فيه بيتيكيال هيموريج على الميوكوس ميمبرين، زي ما قلنا في فقر دم. دي الحالات المزمنة ممكن يبدأ يحصل ويورم الأعضاء التناسلية ويورم البطن، زي الإبل بالظبط. الإبل برضو بتيجي بيبدأ بطن الحيوان يورم من أسفل، وممكن الأعضاء التناسلية. لكن كلامنا بقى النهاردة عن النوع المهم اللي كتير من الدكاترة ما بيقدرش يشخصه أو ما بياخدش باله منه، وهذا النوع اللي هو الترايبانسوما ايكوبيردا، بيعمل مرض اسمه دورين ديسيز. يا ريت الزملاء اللي بيسألوا دلوقتي يأجلوا الأسئلة في آخر المحاضرة، يعني يبدو الدكاترة أول مرة يدخلوا معانا، فدايما احنا الأسئلة عشان بس ما نلخبطش. ممكن سؤالك أجاوب عليه خلال المحاضرة، أنا لسه بادئ المحاضرة. فالترايبانسوما النوع الثاني اللي هنتكلم عنه بقى المحاضرة كلها، اللي هو بيعمل مرض اسمه الدورين ديسيز. مرض الدورين is caused by trypanosoma equivirens in a tissue borne protozoa that mainly infect horses و donkeys و mules. يعني النوع ده من الترايبانسوما ما بيصيبش إلا الخيول والحمير والبغال، ما بيجيش للأغنام ولا للبقر ولا للإبل. لكن إيه اللي بيجي للحيوانات التانية اللي اتكلمنا عنه في الأول، اللي هو ترايبانسوما ايفانساي. لكن الترايبانسوما كوبيردم خاصة فقط بالفصيلة الخيلية، وده مرض هايلي كونتيجيوس، وبينتقل فقط عن بالسكسوال ترانسميشن، ما بينتقلش عن طريق الحشرات. ده فرق مهم قوي. الذكور المصابة بالمرض لما بتيجي تلقح الإناث بيتنقل، عشان كده بنعتبره مرض من الفينيريال ديسيزس، الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، زي برضو البابيز اللي اتكلمنا عنها، من الأمراض اللي تنتقل من الذكر للأنثى عن طريق السائل المنوي، بتصيب الإناث البابيزيا ترايبانسوما. اهي طرق الانتقال بقى مهمة. او ترايبانسوما ايكويبيردم از ترانسميتد سيكسوالي. هذا النوع من الترايبانسوما بينتقل بين الخيول عن طريق التلقيح، الجماع، ان الذكر مصاب ويجي يلقح الانثى ينقل العدوى، او انثى مصابة ويجي الذكر سليم ويلقحها ياخد العدوى من الانثى. This is the only trypanosomiasis that is not transmitted by blood feeding vectors. يعني كل أنواع الترايبانسوما الليفانساي والبروساي والأنواع كلها لابد من وجود عائل وسيط، اللي هو الحشرات المصة للدماء زي الذباب السموكسوس كده، ما عدا هذا النوع بينتقل عن طريق التزاوج ولا يحتاج إلى وجود حشرات ناقلة لنقل المرض. دي نقطة مهمة قوي بالنسبة للمرض اللي بنتكلم عنه النهاردة، اللي هو الدورين ديسيز. طب ايه اعراض مرض الدورين بقى؟ خلي بالكم بقى الدكاترة اللي معانا دلوقتي، في معانا مشرفين على الاسطبلات، ايه الاعراض اللي لما الاقيها اشك ان الحيوان ده عنده ترايبانسوم. الكلام ده طبعا ما بيدرسش في كليات الطب البيطري بالصورة المفصلة، ممكن يتكلم على ترايبانسوم عامة، لكن انا ليه بخصص الخيول، لان ده مرض منتشر في افريقيا وفي اسيا وفي مصر وفي دول الخليج بين الخيول، وكثير من الاطباء ما بيجيش في ذهنه ان ممكن الخيول تصاب بترايبانسوما. طب ايه الاعراض بقى عندنا؟ الاعراض بتمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي الاكيوت ستيج، تلاقي الحراره عاليه معديه ال40، والحيوان يبدا يفقد الوزن ومصل واستنج وليذري وسول والليمف نود، ممكن الغدد الليمفاويه تبقى وارمه ويبدا يحصل اوديما، وممكن يظهر بعض الاعراض العصبيه، وممكن يحصل ابورشن في الحالات البريجننت بالنسبه للفيميل.
وفي الحالات دي بقى الاكيوت دي ممكن الحيوان يموت، ملحقش نعالجه. acute disease can cause death in a few days، يموت خلال ايام. ده الاستيج الاولاني. لو هي في الذكور المرض مصاب، الذكور الستاليونز هي مصابة، اهم علامة فيه بنجد سويلنج واديما في البينس، تجد البينس وارم وطالع بره البريبيوس ومش بيدخل تاني، والسكروتم وارم بتاع التستس، وممكن الورم ينزل تحت البطن الحيوان، يحصل حاجة اسمها بارافيموزس، وممكن يبدأ ينزل ديستشارج من فتحة اليوريثرا. ده أعراض في الذكور. الخيول لما تلاقي فيه ذكر خيل التستس وارمة والبينس وارم وطالع بره ما بيرجعش مكانه الطبيعي، تشك على طول ان دي ترايبانسومياس. طب لو في ميل اللي هي الميرز، الأوديمة تبقى في منطقة الفالفا ويبدأ ينزل الفلويد ديستشارج من الفاجينا، وتلاقي المحتقنة الفالفا والفاجينا محتقنة كونجستد يعني، وأحيانا يحصل قرح في الفاجينا الميوكوزا، وممكن الورم يمتد في منطقة البرينيوم والأذر والأبدومينال فلور، زي ما هنوري حضراتكم بعض الصور دلوقتي. ممكن الضرع يورم حتى لو هي مش لقحة، مش بريجننت يعني، ممكن الضرع يورم والورم ينزل أسفل البطن. دي برضو علامات مميزة للإناث الخيول لما بتصاب بالترايبانسوما. ادي صور هي في حالات فيميل، تلاقي الفاجينا ورمة والفالفا ورمة، وفي دي بيجمنتيشن للبرينيال ريجون، تغير في لون منطقة البرينية، البرينيال ريجون اللي هي المسافة ما بين الريكتم والفاجينا، وفي سولون فالفا ألسريشن، في ألسرز، شوف كده الصور، ألسرز ليجون في الليبيا اللي هي بتاعت الكليتوريز، منطقة الكليتوريز، وميوكوبيورولانت فاجينال ستشارج. وبعض الدكاترة يفتكر ان دي علامات التهاب في الرحم، او ان هي لو هي بريجنت يقولك ده دي هيحصل ابورشن وكده، لكن دي علامات المرض اللي بتظهر في الفيميل لما تكون مصابة بترايبانسوما. هذه حالة البارافيموسس في ميل هورس، ودي صور للذكور والإناث. ده العلامة المميزة، الورم في الأعضاء التناسلية مع ارتفاع الحرارة وامتناع عن الأكل وخس في الوزن وأنيميا. طب المرحلة الثانية، ممكن بعد ما الأعراض تظهر يحصل بطش كده على الجلد، بيسموها كيوتينيوس ارتكاريا لايك بليكس، كيوتينيوس ارتكاريا لايك بليكس، من حوالي 2 ل 5 سنتيمتر ان ديامتر، تظهر على منطقة الرقبة وممكن تختفي خلال ساعات او ايام. دي برضو علامة مميزة من علامات الترايبانسوما، وبعض الناس لما بعض الدكاترة لما يشوفوها يقولك دي ارتكاريا ويدي انتي هيستامينك كده، لكن دي علامة من علامات الترايبانسوما، ولكن ليس شرطا ان تظهر في كل الحالات المصابة. بيسموها السيلفر دولار سبوتس، سيلفر دولار سبوتس او الدولار الفضي، بقعة كده اوري حضراتكم صورة لها دلوقتي. هذه هي البطش دي، شايفينها مدورة كده وخارجة فوق السكين، تيبيكال بيسموها سيلفر دولار اديمتس سكين بليك، ده اللي عليها السهم الاسود ده، on the hind leg of a horse infected with durine. دي مرحلة تانية، مرحلة الأعراض الجلدية، ان يعني يظهر بطش في الجلد كده بترتفع، بسموها silver dollar edematous skin lesion. المرحلة ممكن برضو يظهر تضخم في المفاصل او زيادة في السينوفيال فلويد، خاصة الباسترن والهوك جوينت والكربس، ده بنشوفه بالأشعة. في المرحلة الثالثة والأخيرة من المرض اللي هي بقى كورونيك ستيج، الحيوان بقى بيبقى عنده أنيميا جديدة، بيسموه كده حصان معظم، يعني ما عادش فيه لحم كده، ايماسيشن ويكنس ان كوردينيشن، بيجي يمشي كده يهتز ويترنح، وبعدين يبدأ يحصل شلل في الأرجل الخلفية
وريكومبنسي ويموت. ده المرحلة الثالثة، وهنوري حضراتكم فيديو دلوقتي ليها. يبقى مرحلة مرض الدورين ديسيز بيمر بثلاث مراحل: مرحلة الأكيوت ستيج، مرحلة تانية اللي هي العرض الجلدي، والمرحلة الثالثة بقى اللي يدخل في شلل وفقر دم وضعف عام وينام على الأرض ويموت لو ما تعالجش يعني. طب ليه جسم الحيوان بيورم في الإبل اللي اتكلمنا عنها؟ ليه بطن الحيوان من أسفل بيورم؟ وبرضه في الخيول بتورم، الأعضاء التناسلية بتورم. الورم ده بيبقى نتيجة لهايبو ألبومينيميا، بيبدأ نقص في الألبومين، وبالتالي يبدأ تراكم السوائل في بين الفراغات بين الأنسجة نتيجة لعدم تبادل الدورة الدموية في هذه الأماكن. أدي حالة هنشوفها مع بعض، حالة الترايبانسوما، إصابة بالترايبانسوما إكويبيردم اللي هي بتعمل مرض اسمه الدورين ديسيز. دي المرحلة الثالثة الأخيرة، بدأ الحيوان يظهر عليه أعراض عصبية. هنشوف الحيوان كده وهو بيدخل في المرحلة الثالثة، بيبدأ يحصل له ريكومبنسي، يجي يوقفوه ما يقدرش يقف، دي أعراض عصبية هي بدأت تظهر. وطبعا في ورم زي ما هيوريكم دلوقتي، الجينيتاليا ورمة، التستس اهي، شوف كده اللي هنا التستس ورمة والبينس ورم، الأعضاء التناسلية ورمة وما عادش قادر يقف، ريكمبنت. دي المرحلة الثالثة، وما دخل بقى في لاترال ريكومبنسي وبيموت بعد كده. ترايبانسوما اللي هو الدورين ده مرض خطير بيصيب الخيول، سببه ترايبانسوما إكويبيردم، بينتقل سيكسوالي وليس عن طريق الحشرات. بالمرحلة الأخيرة منه بيبقى في نيرفس مانيفستيشن ولاترال ريكومبنسي وديس. طبعا سبقه أنيميا وحرارة مرتفعة، وبيخس مع تورم في الأعضاء التناسلية ويموت الحيوان. طبعا انت لو رحت المرحلة في المرحلة الأخيرة كده بيبقى طبعا الاستجابة للعلاج صعبة جدا. التشخيص بيتم من الأعراض أولا، بعد كده بنعمل بلاد فيلم بنشوف الترايبانسوما واضحة بين كرات الدم الحمراء زي اللي وريناها لكم في الإبل، هنوريها لكم دلوقتي في الخيول. ممكن نبعت عينة للمعمل نشتغل سيرولوجي أو نشتغل دي إن إيه ديتكشن بي سي آر. من الأعراض اللي بتظهر على الخيول وبعدين مسحة من البلاد وبنصبغها بجيم ساستين، وسيرولوجي بنشتغل إلايزا وبنشتغل بالبي سي آر بعد كده، كل ده يأكد المرض. أدي ترايبانسوما واضحة جدا يعني لا يختلف عليها اتنين، تشوفها كده علامة مميزة موجودة بين كرات الدم الحمراء، دي حالة خيول مصابة بترايبانسوما. طبعا عشان نفرق تحت الميكروسكوب نقول دي ايفانساي ولا دي بروساي ولا ايكوبيردم، عايزه يعني دكاتره متخصصين، لكن عامه وجودها ما يقولش يعني ما يشك خلاص تشخيص هنا 100%. يعني بعض الدكاتره مثلا حالات السيليريا والانابلازما والحاجات دي ممكن يختلط عليه الامر ويشخصها غلط، لكن ديت لا يمكن، بدل موجوده كده بين كرات الدم الحمراء ده ترايبانسوما، ودي بتاعت الايه الكويبيردم اللي هي بتعمل تنتقل عن طريق السكسوال، دي برضو حالة تانية ترايبانسوما ايكوبيردم، مليان الفيلم مليان بينها موجودة الترايبانسوما اهي، تشوف 1 2 3 4 5 كل دي ترايبانسوما. فدي يعني تشخيص تأكيد، مش محتاجين ان احنا نعمل الايزا ولا بي سي ار لو احنا شفنا بلاد فيلم ولقينا. طب لو اخدنا عينة بلاد فيلم بنجد ان الحيوان عنده ديكريس في الليمفوسايتس وديكريس في البي سي في وارتفاع في المونوسايتس ونقص في كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، يعني الحيوان عنده انيميا. لو عملنا بلاد كيمستري بنجد ان الحيوان عنده ديكريس في التوتال بروتين بينزل والالبومين بينزل، انزيمات الكبد بتطلع اللي هي ALT والAST. ديفرنشال دياجنوزس، ايه الامراض اللي تتشابه مع الترايبانسوما سواء اللي هي الايفانساي او ترايبانسوما اكويفيردام؟
عندنا مرض اسمه افريكان هورس سيكنس، ده مرض فيروسي بيصيب الخيل وبورم برضو الجسم، ويعمل اعراض تنفسية واعراض في الجهاز الهضمي، ونسبة الوفاة فيه عالية جدا. يعني ان شاء الله لو في وقت نبقى نتكلم عنه محاضرة منفصلة. افريكان هورس سيكنس ودايما موجود في افريقيا يعني. ومرض الانثراكس، الحمى الفحمية، مرض الإيكواين بابيزيا اللي اتكلمنا عنه في أول محاضرة. البابيزيا قلنا ممكن تورم بطن الحيوان، تورم الأعضاء التناسلية، خاصة البابيزيا كابيلاي والسايليريا إيكواين. دول أكثر 3 أمراض يتشابهوا مع مرض الترايبانسوما في الخيل، أفريكان هورس سيكنس والأنثراكس والإيكواين بابيزيوزيس والسايليريوزيس. نيجي بقى لنقطة مهمة، العلاج. طبعا علاج الترايبانسوما في الإبل هو نفس العلاج اللي هنستخدمه في الخيول، مع في بعض الملاحظات هنقولها. ايه الخطوط العامة لعلاج حالة ترايبانسوما في الخيول؟ ان انا ادي انتي ترايبانسوما دراج، وادي انتي بايريتكس عشان الحرارة العالية، نون استرويد الانتي انفلاماتوري، وبندي ليفر تونكس، وندي هيماتينكس عشان الانيميا، منشطات للكبد و حاجات تزود مكونات كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين. هنبدأ نتكلم على أسماء الأدوية التي تستخدم في علاج الترايبانسوما في الخيول. هنقول الاسم العلمي وبعد كده نقول بعض أمثلة للأسماء التجارية. مادة الدايمينازين أسيتيوريت حضراتكم فاكرينها، دايمينازين أسيتيوريت دي مشكلة كبيرة في الدكاترة عندنا في السعودية وفي بعض دول الخليج، بيستخدموها في الإبل في علاج حالات الترايبانسوما، وبتعمل مشاكل توكسيستي وممكن الإبل تموت، فممنوع استخدامها في الإبل، ولكن هي مفضلة في علاج الترايبانسوما في الخيول. طبعا لو الأبقار نفس الكلام. الدايمينازين ده اتكلمنا عنه، بنستخدمه في علاج برضو البابيزيا، وبرضو بنستخدمه في علاج الترايبانسوما زي البرينيل والباترينيل والحاجات دي. في مادة تانية اسمها الايزو ميتا دي ميديوم كلورايد، زي دواء اسمه السامورين. وفي المادة الثالثة اللي هي كوينا بيرامين كلورايد، وفي كوينا بيرامين صلفيت، في السورامين. دي الـ4 مواد اللي بيستخدموا لعلاج الترايبانسوم. الميرا سلامين هيدروكلورايد دي زي الدواء اللي هو السيمالارزان، السيمالارزان الفرنسي ده دواء يستخدم لعلاج الترايبانسوما في الإبل هنا، مشهور ان هو رقم 1 في الإبل هنا في دول الخليج، وآمن ما بيلوش سايد افكتس، برضه ممكن نستخدمه في الخيول. المادة الفعالة اسمها ميلارسامين هيدروكلورايد او السيمالارزان، الجرعة بتاعته 0.25 ميلي جرامز لكل كيلو جرام، بيجيب نتائج كويسه جدا في الخيول. او نستخدم بدل تاني حاجه، لو مش هنستخدم السيمالارزان او نستخدم الدايمينازين اسيتوريت اللي هو زي البرينيل او الباترينيل، الجرعه بتاعته 7 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، تركيز 5% انجكشن في انترا ماسكولار، وندي جرعه تانية بعد 24 ساعه. ده لو استخدمنا الدايمينازين اسيتوريت بندي جرعتين بينهم 24 ساعه. ده دواء بودره بتحل على سولفنت وبتاخد عضلي بالجرعة المذكورة. في بقى الكوينا بيرامين صلفيت، الأدوية المشهورة اللي ترايكوين والبايكوين والحاجات دي، ده اسمه كوينا بيرامين صلفيت، والجرعة بتاعته 3 ل 5 مللي جرام لكل كيلو جرام، وبتاخد تحت الجلد زي كوينا بيرامين كلورايد وكوينا بيرامين صلفيت اللي هو ترايكوين والأكوين والبايوكوين، والجرعة بنقراها من البنفلت، أو الجرعة بتاعته 4.4 مللي جرام لكل كيلو جرام. البحث ده النهاردة لسه من ساعة 1 مطلعه من على النت. الدكاترة عملوا كومباينيشن مهم أوي يا جماعة النقطة دي، والكلام ده في الخيول بس، إن أنا أعمل كومباينيشن كوينا بيرامين صلفيت مع دايمينازين أسيتوريت، ادي الاثنين مع بعض. هي مشكله العلاج الترايبانسوما في الخيل ممكن الحيوان يخف وبعد كده يحصل له ريلابسز، ريلابسز يعني يرجع يظهر عليه المرض تاني بعد شهر ولا شهرين. لكن لما عملوا كومباينيشن بين الكوينا بيرامين كومباوندز مع الدايمينازين اسيتوريت، وجدوا ان الحيوان ما بيحصلوش ريلابسز تاني،
ده عنوان البحث: Treatment Efficiency of Combination Therapy with Dimenazine Acetylate and Quinobiramine Sulfate in a Horse with Dorine. حصان مصاب بدورين، عملوا كومباينيشن، ادى دوايين مع بعض. احنا قلنا اما ندي كوينابيرامين سلفيت او ندي سيميلارزان او ندي دايمينازين اسيتريت، لكن هنا يدي الاثنين مع بعض. يعني ممكن استخدم دواء زي البرينيل مثلا مع ترايكوين او البايوكوين، الاثنين مع بعض. ده بحث تجريبي يعني، وقالوا بعد سنتين ونص، قعدوا يتابعوه سنتين ونص، ما حصلش ريلابس، ما ظهرش مرض مرة تانية على الحصان. وقال في نهاية البحث إن محتاج إن إحنا نعمل تجارب أكتر عشان نأكد هذه المعلومة. ده من باب الأمانة العلمية. ده مركب هو بيحتوي على الأيزوميديديم كلورايد، ده الباترينيل أو البرينيل، يستخدم في الأبقار والأغنام والخيول، ولا يستخدم في الإبل اللي هو الدايمينازين اسيتيوريت. ده بقى الترايكوين والبايكوين والتروكوين، الحاجات كلكم عارفينها، الهندي والحار والبارد والكلام ده، والجرعة بتاعته طبعا تاخد تحت الجلد. سبورتيف تريتمنت هنا مهم جدا. الحيوان عنده انيميا شديده، فاما ان انا اعمل له نقل دم، او ان انا ادي له مركبات تحتوي على مكونات كرات الدم الحمراء زي دواء اسمه بلاد سيل، فيه فيتامينات واملاح معدنيه لمده 15 يوم عن طريق الفم. لو جسم الحيوان مورم، ادي له مدر للبول فيوريزامايد 3 ايام مثلا ورا بعض، ان شاء الله الورم يروح. طبعا العلاج الاساسي ان انا اديت ليه مضاد للترايبانسوما. من الحاجات المهمة ان دايما في حالات الترايبانسوما سواء في الابل او الخيل، ان الترايبانسوما نفسها بتعمل هايبوجلايسيميا، بتعمل نقص في سكر الدم، فالضروري ان انا ادي جلوكوز 10% او 25% عن طريق الوريد، وادي منشطات كبد زي اوبتي ليفر او ميثايونين او دوفلايت. كان في دكتور كده في اول المحاضرة بيسأل عن الميثايونين، يا ريت يرجع يكتب السؤال بتاعه تاني. ملخص للمحاضرة عشان الدكاترة اللي دخلوا متأخرين، إن المرض الترايبانسوما إيكوبيردم مرض فينيريال بينتقل عن طريق الكويتس، اسمه دورين ديسيز، موجود في أفريقيا وأمريكا وروسيا وآسيا، وأعراضه قلناها 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو الورم، جسم الحيوان يورم، البينس والسكروتم في الذكور، والفالفا والفاجينا في الميل، والستيج الثاني اللي هو المرض الجلدي اللي هي السيلفر بليكس، والستيج الثالث يدخل الحيوان في شلل انكورديشن وباراليسز ويموت. والعلاج الدايمينازين اسيتوريت، او ندي كوينابيرامين سلفيت او كلورايد والدايميزانين اسيتوريت، او نعمل كومباينيشن بين الاثنين زي ما قلنا. مكافحه والوقايه، طبعا ان قلنا المرض في البدايه انه بينتقل في نوع اللي هو الاولاني اللي هو ترايبانسوما ايفانساي، بينتقل عن طريق الذباب الاسطبلات والستوموكسز، فلازم نستخدم مبيدات حشريه وننظف المزرعه الخيل، ونمنع المستنقعات والمياه الراكده لان الذباب بيتكاثر عليها. ونعالج لو في حالات ظهرت في القطيع عندي، اعالج الحيوانات المريضة والمخالطة كإجراء وقائي يعني. بعد كده ان شاء الله نسمع الأسئلة بتاعت حضراتكم. نرحب بكم جميعا، محاضرة النهاردة محاضرة مهمة. يمكن المرض مش منتشر قوي، لكن لما بيكون موجود بيبقى كتير من الدكاترة ما بياخدوش بالهم ان ممكن الخيل تصاب بالترايبانسوما، وبالتالي لو ما اداش علاج الترايبانسوما مش هيخف الحيوان، ويحصل له كومبليكيشن ويموت. واحيانا تكون الحراره نورمال، يعني بعد الحاله الكورونيك لما يدخل الحيوان في حاله مزمنه بيبقى الحيوان ايه حراره نورمال، لكن في البدايه بتبقى عاليه. واهم علامه فيه اللي هي الورم الاعضاء التناسليه مع الاعراض العصبيه وظهور الطفح الجلدي
لبعض الوقت ويختفي بعد كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا وفي انتظار الأسئلة إن شاء الله. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول بالنسبة للعلاج تكرار الجرعات على الأقل 3 جرعات مهم من واقع التعامل مع حالات كتيرة. نسبة الإصابة يا دكتور في الخيول هنا في السعودية قد إيه نسبة الإصابة بتريبان سوما؟ يعني الدكتور أبو عبد الرحمن بينصح إن إحنا نكرر العلاج 3 جرعات. طيب بين كل جرعة وجرعة كام يا دكتور؟ يعني احنا قلنا في الدايمنازين بنكرره بعد 24 ساعة، هل كل الأدوية لو استخدمنا سيميلارزان أو ترايكوين نكرره 3 مرات؟ هو الدكتور شغال في الخيل ربنا يبارك فيه وشغال في المعمل في نفس الوقت، فطبعا عنده خبرة كويسة. الدكتور أبو عبد الرحمن هيرد على السؤال، 3 جرعات بين كل جرعة وجرعة كام؟ الدكتور أحمد سالم، هل يحدث عدوى مشتركة بين طفيليات الدم؟ تقصد العدوى المشتركة يعني الإصابة بأكثر من نوع يا دكتور أحمد؟ وتقول أنت نفس سألت نفس السؤال الأسبوع اللي فات، قلت لك ممكن السيليريا مع الأنابلازما تيجي مع بعض، ما أعرفش أنت تقصد عدوى مشتركة يعني. هو المرض بيصيب الإنسان بس مش بينتقل من الحيوان للإنسان، يعني هو لو الدبانة راحت على الإنسان ممكن وهي حاملة للمرض ممكن تصيب الإنسان، وبيسموه مرض النوم، تلاقي اللي بيجيله المرض ده. الدكتور بيقول أبو عبد الرحمن بيقول كل أسبوع ندي جرعة. الدكتور حسن زكريا، مرحب بيك يا دكتور حسن، كيف يتم التأكد من الإبل المصابة بتريبان سوما قد شفي تماما؟ ان انا اعمل بلاط فيلم تاني بعد ما ادي علاج مثلا 15 يوم، اخد بلاط فيلم واشوف لو لقيتها لسه موجوده ادي جرعه تانية. فهو البلاط فيلم هنا دايجنوستيك او البي سي ار طبعا. او الدكتور محمد رشدي، حصان التشخيص انه سبازمودي كوليك، اخذت كل العلاجات انالجين زيت بارافين فلوكسين، واخذ 19 جرعه 19 زجاجه محلول ملحي وفيهم وفي النهاية مات. البقاء لله يا دكتور، لحد من الآن مش عارف التشخيص. هو المغص ده يا دكتور أنا عامل 3 محاضرات على المغص، هل هو كان مغص نتيجة للكمة ولا انت السسبشن ولا التفاف في الأمعاء؟ كان المفروض تشرح الحيوان وتشوف الحيوان مات من مغص ليه. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول نسبة الإصابة بالتريبانسوما في الخيول نادرة في السعودية. دكتور احمد سالم بيقول ان ممكن، هل ممكن يبقى تريبانسوما مع بابيزيا او سيلريا؟ ممكن بس نادره يا دكتور احمد ان يجي الثلاثه مع بعض، ربنا رحيم يعني الحيوان مش شكرا. الدكتور ابو عبد الرحمن يفضل التشخيص الناجح اخذ 3 عينات من الدم في اوقات مختلفه. يعني ممكن فعلا الكلام ده كنا بنعمله في مستشفى الابل، ممكن تبقى ظاهره الاعراض تريبانسوما واضح والبطن مورم و أعراض واضحة جدا، ونبعت عينة للمعمل يقول لي نيجاتيف ما فيهاش ترايبانسوم، فلا يعني إن المعمل طلع نيجاتيف إن الحيوان غير مصاب. لازم أعمل 3 عينات متتالية، ويفضل طبعا لو كل ما كانت الحرارة عالية وآخد عينة بلاد فيلم، ويفضل إن آخدها من الإيرفين. كل ده بيأكد إن هي ليس مجرد تشخيص أو عدم وجود ترايبانسوما في بلاد فيلم من مرة واحدة ينفي وجود إصابة، لابد من تكرار التحاليل. زي ما قال الدكتور عبد الرحمن أخذ 3 عينات دم في أوقات مختلفة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.